مساكم الله بالخير. احنا اليوم في مزرعة الجزيرة، المزرعة الأورجانيك الرائدة في منطقة البحرين والشرق الأوسط. زي ما تشوفون يزرعون أنواع مختلفة من الخضار بطريقة يزرعونها في حوض من الموية تحت الجذور. هو الأورجانيك لاتس الخس العضوي، ويستغرق زراعته 60 يوم في الصيف و 45 يوم في الشتاء. نيرسري نيرسري. So you raise it and send it to some other people to continue growing it or what? No. We continue to hear it. حجمها جدا كبير في نصف الصحراء ما شاء الله، داخل يتغير عليك الجو وتشوف الخضار وتضبط حتى المكسور. ثيرموكول. يبدون بالزراعة هنا، يحطون البذور وتاخذ لها 15 يوم قبل لا ينقلونها للأحواض الرئيسية. هذه بداياتها. بيبات صغيرة وكل أسبوع تكبر وينقلونها الحوض الخاص. يستخدمون الألياف اللي تمتص الموية حسب حرارة الجو. هذه طريقتها زي الطحنة. هذا جزء بسيط من الحجم الكبير للمزرعة باستخدام نظام المحميات للمحافظة على الجو والمياه. هذا نوع ثاني من الخس. المزرعة يزرعون 9 أنواع مختلفة من الخس. هذا الخس اسمه لوبيان لاتس، اللي يعرفونه هذا اللي يستخدم في جورمي برجر وشاكي شاك وشكله حلو. هذا الحجم ثبت انه وقت الصيف عمره شهر تخيلوا، وهذا حجمه البسيط. الدقة والاهتمام وزرعوها حبوب في العشرين وبعدين انقلوها للحوض الثاني في يوم 15/7 وكذا. هذه جاهزة للحصاد وبدوا زراعتها بتاريخ 16/6 وحنا اليوم في 30/7. المنتجات هذه يوزعونها على لولو كارفور والأسرة والجزيرة سوبر ماركت، منتشرة في البحرين كلها. النبتة الكبيرة هذه تشوفونها مزروعة ومحطوطة في محمية عليها مخيف شغال على طول. This is 2 months. مدة زراعتها شهرين وتكون جاهزة للقطف. من يوم يبذرونها تاخذ 80 يوم عشان تبتدي تطرح الطماط، وبعدين يقدرون يحصدونها مدة شهر ونص بعد هذاك التاريخ. الجزء الثاني من مزرعة والأغنام الحلوب جايبينها من ولاية بنسلفانيا في أمريكا.
تنتج كميات حلوة من الحليب، وأساسا جابوا 400 بس مع التزاوج وصل عددهم حاليا إلى 600 راس. طريقة جميلة للترقيم، كل ماعز له رقم معين في اللون الأخضر في الأذن اليمين، وفي الأذن اليسار راح تلقون ستيكر أصفر يحدد كم كمية الحليب اللي حلبتها من المشين. دي تلقون عليها ستيكر أخضر على اليمين، بس على اليسار ما في ستيكر أصفر، السبب إنها لسه ما قاعدة تنحلب. هذه أمهاتها بنسلفانيا بس مولد البحرين، عشان كذا مرة فريندلي ما شاء الله عليهم، الله يبارك لأهلها. الجميل هذا عمره شهر، ولادة البحرين من السلالة اللي جايبينها من بنسلفانيا ما شاء الله. وهذه هي الحضانة حقتها. النقطة الجميلة في مزارع الجزيرة انهم يستخدمون الماعز اللي تحلب بعد ما يكون عمرها سنة ونص في انتاج الحليب، وفي نفس الوقت التيس يبيعونه على حسب الوزن حقه في السوق المحلية لانه ما يستفيدون منه. والتكامل الجميل عندهم انه يستخدمون حتى الله يعزكم السماد حقه في انتاج الزراعة يكون كل اورجانيك. يعطيهم العافية على المجهود، وفعلا هذا اللي تحمسنا وعشان كذا جيناهم. المنطقة تحتاج الشيء هذا والتكامل الزراعي والحيواني في وقت واحد. خلص زيارة مزارع الجزيرة شفنا شيء فعلا يرفع الرأس ويبيض الوجه، منتجات وطنية أورجانيك توازي أفضل الدول، غير الخس والطماط والمنتجات الزراعية تقدرون تحصلون الأجبان والحليب في نفس الأسواق اللي ذكرتها. حبين أنهم يستخدمون أسلوب علمي في تربية الأغنام وفي الزراعة، يعرفون كم عمر الماعز، متى يبتدي ينتج حليب، كيلو يأكل في اليوم، وفي نفس الشيء في الخضروات متى تزرعها، متى تثمر، وكم كيلو تطلع له. الله يعطيكم العافية. هذا اللي نقوله.